مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذا مثل ما تعودنا بهذه الفقرة نتحدث عن أبرز ما يجري في عالم كرة القدم، أبرز المواضيع وكل ما يتعلق بأخبار الصحافة والانتقالات والإشاعات والأندية واللاعبين وكذلك نتائج أبرز المباريات وأبرز البطولات الكروية. لكن بتعرفوا في هذه الفترة لا تزال تقريبا معظم البطولات الكروية متوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا. إذن رح نبدأ فورا مع نتائج أبرز المباريات. صحيح البطولات متوقفة لكن الدوري الألماني وكأس ألمانيا طبعا انطلقوا. يوم أمس كان عنا مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا بين ساربروكن وبار ليفركوزن وانتهت بانتصار بار ليفركوزن إذن بثلاثة أهداف نظيفة. أما بالنسبة لمباراة اليوم طبعا بايرن ميونخ رح يلعب مع إينتراخت فرانكفورت على ملعبه في الأليانز أرينا، وأكيد نحن رح نكون معكم من خلال البث الحي لصفحة أخبار الآن للحديث عن هذه المباراة. ننتقل الآن إلى آخر أخبار الصحافة والانتقالات والإشاعات وما كتبته عن الأندية أيضا. وفقا للصحافة إذن على ما يبدو نادي بريشيا الإيطالي منع ماريو بالوتيلي مهاجم الفريق من دخول النادي يوم الثلاثاء للمشاركة في التدريبات الجماعية. لماذا؟ لأنه بالوتيلي كان قد غاب عن أكثر من حصة تمرينية وادعى أنه مريض، مما جعل بريشيا يطلب فسخ التعاقد معه بشكل مبكر، لكن اللاعب الإيطالي رفض هذا الأمر. على ما يبدو بالوتيلي حضر إلى مركز تدريبات بريشيا لكن مسؤولي النادي قرروا عدم فتح الأبواب له. إذن لننتظر ونرى ما الذي سيحصل بما يتعلق بهذه الأزمة. طبعا بالوتيلي معروف أنه هو لاعب يثير المشاكل ولاعب مثير للجدل أينما حل. في خبر آخر على ما يبدو وفقا للصحافة نادي الهلال السعودي سيستثمر أرض شمال مدينة الرياض كملعب مستقل للنادي وسيتجه لبناء ملعب جديد عبر اتفاقية مع شركة أحد الشخصيات الاستثمارية. إذن لننتظر ونرى أيضا التأكيد حول اتفاق حول جميع البنود ومدة سنوات أرباح الشركة من مداخيل الملعب، أيضا كل هذا سيتحدد قريبا. إذن في خبر آخر وفقا للصحافة نادي تشيلسي انسحب من سباق التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب نادي برشلونة، والمطلوب أيضا من قبل عدة أندية إنجليزية مثل نيوكاسل وأفرتون وتوتنهام، حيث أن برشلونة يطلب مبلغ 100 مليون يورو من أجل بيع كوتينيو في سوق الانتقالات. في خبر آخر وفقا للصحافة الفرنسية نادي سانت إتيان مهتم بالتعاقد مع الشاب حمزة موالي الظهير الأيسر لنادي أكاديمية بارادو والبالغ من العمر 22 عام. إذن موهبة جزائرية جديدة يسعى نادي سانت إتيان للتعاقد معها وربما سنراه محترف في الخارج أيضا، سيفتح ربما هذا الأمر الطريق له من أجل الاحتراف في الخارج. في خبر آخر كان المدير الرياضي لنادي لايبزيغ فتح الباب أمام رحيل مدافعه الفرنسي دايو أوباميكانو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أن اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل ولم يتم الاتفاق مع ناديه بشأن تجديد عقده، علما أن اللاعب مطلوب ومطارد بشدة من قبل نادي ريال مدريد. في خبر آخر نادي لوكوموتيف موسكو أعلن عن فسخ عقد لاعب المنتخب الألماني الدولي السابق بينديكت هوفيتس البالغ من العمر 32 عام، وتم هذا الفسخ بالتراضي بين الطرفين. في خبر آخر نادي ليفربول كان أعلن عن تمديد عقد لاعبه الإنجليزي أدم لالانا حتى نهاية الموسم الحالي، حيث كان عقد اللاعب ينتهي مع الريدز في 30 من يونيو حزيران الجاري، وطبعا تم هذا التمديد لحين انتهاء الموسم بشكل رسمي واللي تأجل طبعا وصارت كل هذه الأحداث بسبب أزمة فيروس كورونا. بنعرف أنه معظم الأندية اللي كانت تنتهي عقود لاعبيها الآن وخاصة عقود الإعارة والعقود التي تنتهي في شهر مايو أيار أو حزيران كلها جددت لبضعة أشهر لحين انتهاء الموسم بشكل رسمي. في
في خبر آخر، وفقا للصحافة الإسبانية نادي ريال مدريد سيجدد تعاقده مع قائده سيرجيو راموس لمدة موسم واحد فقط، لينتهي تعاقده في صيف 2022. نحن بنعرف انه نادي ريال مدريد دائما يجدد للاعبينه يلي بيصيروا فوق ال 30 عام لمدة عام واحد، يعني دائما عام ثم يتجدد عام. ثم في صحافة، في أحاديث الصحافة قالت أنه راموس طلب التعاقد، تجديد التعاقد لمدة عامين، لكن الريال رفض وأنه الأمور شوي شائكة. أما في صحفيين إسبان آخرين قالوا أنه لا، في تفاهم مشترك، راموس يعلم أنه السنة الجاية رح يجددوا عقده مرة أخرى ورح يجددوا عقده مرة أخرى، وبالتالي ما في أي مشاكل بما يتعلق في هذا الموضوع. في خبر آخر، وفقا للصحافة العاصمة الإسبانية مدريد دخلت في مفاوضات حول استضافتها لنهائي دوري أبطال أوروبا التي كان من المقرر أن يجري في إسطنبول، لكن تعرفوا بسبب أزمة فيروس كورونا معظم أو بالأحرى تركيا أو إسطنبول أعلنت أنها غير جاهزة اقتصاديا لاستضافة دوري أبطال أوروبا، وربما يجري مجددا هذا النهائي في مدريد لأنه طبعا كان في الواندا متروبوليتانو السنة الفائتة. في خبر آخر، نادي هوفنهايم الألماني كان أعلن عن رحيل المدرب ألفريد شرودر عن منصب المدير الفني للفريق بالاتفاق المشترك. السبب هو خلافات حول مستقبل المدرب مع النادي. في خبر آخر، نادي واتفورد الإنجليزي كان أعلن عن تمديد تعاقده مع الحارس بن فوستر لمدة عامين. إذن وفي خبر آخر، وفقا للصحافة نادي مانشستر يونايتد كان اقترب من حسم صفقة الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب نادي ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو، علما أنه اللاعب أيضا يحظى باهتمام ناديي أفرتون الإنجليزي وكذلك أتلتيكو مدريد الإسباني. ياريت تخبرونا عن رأيكم بمستقبل خاميس من خلال التعليقات. في خبر آخر، كان لاعب نادي ميلان سامويل كاسيخو تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل صبيين في مدينة ميلانو، لكن لم يقوموا بأخذ شيء، قاموا بأخذ ساعته فقط ولم يصب اللاعب بأذى. في خبر آخر أيضا، وفقا للصحافة تم الكشف عن هوية النادي الذي قدم عرض ضخم للحصول على موهبة برشلونة أنسو فاتي البالغ من العمر 17 عام. النادي هو مانشستر يونايتد، حيث قدم اليونايتد وفقا للصحافة 100 مليون يورو، لكن البارسا رفض بيع أنسو فاتي. البارسا على ما يبدو قال أنه سعر أنسو فاتي يقدر ب 175 مليون يورو، لكن على كل الأحوال لا يرغب النادي الكتالوني ببيع موهبته. إذن في خبر آخر، كان نادي ستوك سيتي أعلن عن إصابة مديره الفني مايكل أونيل بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج المرحلة الخامسة من الاختبارات التي يجريها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للاعبين ولجميع الأطقم الإدارية والموظفين في الأندية. في خبر آخر، الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعقد يوم الخميس اجتماع عبر الفيديو من أجل تحديد مستقبل الدوري، إما باستئناف النشاط أو إلغاء الموسم. في خبر آخر أيضا، وفقا للصحافة الإسبانية، انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم ستعقد يوم 17 أغسطس آب المقبل. إذن نحن بنعرف أنه إيكار كاسياس أعلن ترشحه عن رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم. في خبر آخر أيضا، وفقا للصحافة، ناديي بوروسيا دورتموند وتشيلسي يتنافسان على ضم جيرسون لاعب وسط نادي فلامينغو البرازيلي البالغ من العمر 23 عام في سوق الانتقالات الحالية. في خبر آخر أيضا، وفقا للصحافة، على ما يبدو نادي أفرتون يسعى لضم البرازيلي تياغو سيلفا قائد فريق باريس سان جيرمان والذي أصبح بالغ من العمر 35 عام. طبعا أفرتون يسعى لضم تياغو سيلفا في صفقة مجانية، حيث ينتهي عقد اللاعب مع نادي بنهاية الشهر الحالي، وما كان في أي مفاوضات حول تجديد عقده. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة الإيطالية، نادي ريال مدريد
اقترب من الحصول على توقيع نجم نادي فالنسيا فيران توريس البالغ من العمر 20 عام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، علما أنه اللاعب مطلوب من قبل أندية بوروسيا دورتموند وليفربول ومانشستر يونايتد ونابولي ويوفنتوس. إذن وفي خبرنا الأخير، وفقا للصحافة، نادي الزمالك يرغب بإجراء صفقة تبادلية يتعاقد بموجبها مع الثنائي وليد الكرتي ومحمد نهيري ثنائي الوداد المغربي مقابل انتقال محمد أوناجم إلى صفوفه. ياريت تخبرونا عن رأيكم بهذه الصفقة التبادلية إذا تمت طبعا من خلال التعليقات. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية هذا الحصاد الكروي. أنا بدي أتشكركم كتير على متابعتكم لإلي في هذا اللايف، وأدعوكم لمتابعتنا لاحقا من خلال صفحة أخبار الآن على فيسبوك، طبعا لأنه دائما نحن نظهر معكم عبر البث الحي ومناخد أراءكم في مختلف القضايا المتعلقة بكرة القدم. شكرا على المتابعة، بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.